هلو everybody، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبايبي وطلابي طلاب جريد 2، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، وبحيي المعامز والدارس اللي بيتابعونا على قناتنا المتواضعة قناة دروس رياضيات مصر اونلاين، وبحيي طبعا طلاب الجمال المتميزين جدا جدا اللي متابعيني دايما، طبعا متابعين كل الدروس على قناة دروس رياضيات مصر اونلاين، الدكتور احمد والدكتور عمر والدكتور محمد والدكتور ايسر جاسر والدكتور دينا محمد والمهندس حمزة من الغردقة. تحية ليهم جميعا، وتحية لكل الطلاب الجمال اللي بيتابعوني. يا ريت يا جماعة نكتب اسماء ابنائنا في التعليقات عشان نحفزهم بإذن الله ويبقوا متميزين جدا جدا في الماس. هنستكمل النهاردة كورس الماس الخاص بمنهج جريد 2، وهناخد ليسونز 21 و 22. هنتكلم على حاجة مهمة جدا جدا جدا، طبعا هنتكلم عن الوانس والتنس والهاندردز، وهنتكلم عن الفاليو والبليس فاليو. طبعا درس النهاردة جميل وبسيط جدا جدا، بس لازم تركز معايا فيه. أول حاجة هنبدأ هنتعرف على الوانس. طبعا بكل بساطة كل الكلام ده أنا هختصره لك في كلمتين. لو قلت لك مثلا فور اكزامبل، لو قلت لك مثلا 5 3 6، اللي بيجي الاول فيرست نمبر ده بسميه وانس، بسميه ايه؟ وانس. اللي بيجي الاول اسمه وانس. سكند نمبر بسميه تنس. تنس طبعا اولياء الامور عارفين ان كلمه وانس يعني احاد، تنس يعني عشرات، هاندردز هاندردز يعني مئات، يبقى الثيرد نمبر بسميه هاندردز هاندردز. يبقى الفيرست نمبر وانس، السكند نمبر تنس، طبعا الثيرد نمبر هاندردز. طيب السكس لما تكون في الوانس بتعمل ايه؟ قال لي الوانس ده لا بيدي ولا بياخد، السكس في الوانس تفضل زي ما هي 6. طيب الثري في التنس، قال لي التنس دي بتدي زيرو، يبقى 30 تديها زيرو تبقى 30. طب الفايف في الهاندردز، قال لي الهاندردز دي بتدي تو زيروز، يبقى 5 هكتبها زي ما هي واديها تو زيروز، يبقى 500. يبقى ال 6 في ال 1 زي ما هي ما بتتغيرش، لا بياخد ولا بيدي. ال 10 بتزود 0 يبقى 30، اما ال 5 تاخد 2 زيروز يبقى 500. تمام. لما يقول لك كلمه بليس فاليو، بليس فاليو، كلمه بليس فاليو يعني قيمه مكانيه. قيمه ايه؟ مكانيه. او بكل بساطه بقول لك النمبر ده ساكن فين؟ بيته مين؟ اول ما تسمع كلمه بليس فاليو بتكتب باللترز بالحروف. يبقى لما اقول لك البليس فاليو ال 6، يبقى ال 6 تقول لي 1 3 10 500 واكتبها بالحروف، واكتبها ايه؟ بالحروف او بالليترز. تمام. طبعا احنا في الشيبس اللي قدامك، الاشكال اللي قدامك دي، بكل بساطه السمول سكوير ده بيمثل الوانس الجرين، اما الكولوم بيمثل التنس، اما البيج سكوير ده بيمثل الهندردز. مش فاهم؟ تعال نفهم واحده واحده مع بعض، نبدا نحل. تشيك بيقول لي طبعا جايب لك 2 big squares يعني معناها 200، لان ال 1 square مش بالشكل ده بيمثل 100، كده 200. في حته مهمه جدا جدا ومعظم الطلبه بيقعوا فيها وبالذات طلاب جريد 2. طبعا الكلام ده انا بقوله طبعا عن خبره او عن كلام انا واخده من او عن حاجه انا شفتها في الطلبه بتوعي. اولا علم ابنك، قول له لما تيجي الكلمه ما تكتبش الزيروز. يعني لما اقول لك مثلا المفروض دي 100 100 كده 200، قول له هنا كاتب لي كلمه 100 ما كتبش غير ال 2 بس، هنا ما كتبش ال 100 يبقى حط الزيروز. تمام؟ يبقى لما تكون الكلمه مكتوبه ما تحطش الزيروز، اما لما تكون الكلمه مش مكتوبه بتحط الزيرو. يعني بص كده، تعال دي 1 2 3، يبقى دول 300، 3 ايه؟ 100. الكلمه مكتوبه؟ ايوه، يبقى انا هكتب 3 بس، يبقى 3 وال 100 اهي. طب الكلمه مش مكتوبه يبقى كل اللي عامله 300، 3 قدامها ايه؟ 2 زيروز. تمام. يلا اللي بعد 1 2 3 4، يبقى كده معايا 400. طب هكتب الزيرو ليه؟ عشان الكلمه مكتوبه مش هحط الزيرو، هنا هحط الزيرو ليه؟ لان ايه؟ لان عندي كلمه مش مكتوبه 1 2 400. طب تمام، ازاي ابني يقرا النمبر؟ بكل بساطه اني نمبر، لو ابنك هيقرا النمبر يعمل ايه؟ لو قلت لك مثلا 3 6 5 عايز ابنك يقرا، احنا قول له ابنك قسم، مثلا نفترض ان ابنك بيعرف يقرا دي 65، قول له ماشي، قول لي الثيرد نمبر ده بس دي دبت ال 100، يبقى لما اجي اقراه اقول ايه؟ 300 300 65 65، يبقى 365 365، يعني كاني بقرا دي لوحديها ودول لوحديهم. مثلا كده اقسم دول هقراهم لوحديهم ودول لوحديهم 829 829. تمام. تعال نمسح الكلام ده ونخش على اللي بعده ونشوف ايه هنتدرب ازاي.
دلوقتي هنتكلم على ايه البليس فاليو. انا قلت لك اول ابنك يفرق بين حاجتين، بيفرق بين كلمه فالي وبليس فاليو. ايه الفرق بين دي؟ يبقى لما اشوف بليس فاليو يعمل ايه؟ بليس فاليو يعني قيمه ايه؟ قيمه مكانيه. اول ما اشوف كلمه بليس فاليو انا بقصد اللي بقول له النمبر ده ساكن فين، يعني بيته مين، الوانس ولا التنس ولا الهندرز، وتكتبها لي بالليترز، تكتبها لي بايه؟ بالليترز. اما لما اقول لك كلمه فاليو لوحديها لوحديها، دي معناها تكتب لي النمبر ده بكام، يعني ده لو كان في الوانس هيبقى بكام، لو كان في التنس هيبقى بكام، لو كان في الهندرز هيبقى بكام. مش فاهم؟ تعال نفهم واحده واحده. طبعا عندك ال 3 هنا، ال 2 في الوانس، ال 2 في الوانس هنا اتغيرت، لا ده بقى 2. طب ال 4 في الهندرز في التنس اتغيرت، ايوه ده ال 4 في التنس ب 40، يعني معاك اربع 4 تنس يعني اربع عشرات، يبقى 40. طب ال 3 في الهندرز، ال 3 في الهندرز تبقى 300 300. اوكي تعالى كده نفهم اكتر ونحل ايه. طبعا تشيك write how many hundreds, tens and ones in the HTO chart. When, then write the number, the first one is done for you. تعال نبدأ واحدة واحدة. احنا قلنا الـ small square بيمثل الـ ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. يبقى كده الـ ones 7. تعال نشوف الـ tens. How many columns? 1, 2, 3. 3 columns يبقى الـ tens 3. ال 100 طبعا 1 big square يبقى كده ال 100 1. لما نيجي نجمع النمبر 137 اهو، بنقرا دي وحديها ال 100 137 او ان 37. اوكي نكست نمبر 2. طبعا هنا ال 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رايت 9. ال 10 1 column يبقى 1. ال 100 1 2 2 big squares يبقى كده 2، يبقى 219. وكاتب هنا 219. بعد كده تعال نشوف هنا 1 2 3، يبقى كده في الوانس في 3. التنس 1 2 3 4 رايت 4. الهندرز 1 2 3 رايت 3. معايا دكتور عيسر، يا رب يكونوا مركزين حبايب الشطار. الدكتور محمد والدكتور عمر كلنا مركزين، مش مهندس مصطفى طبعا. طبعا يا ريت كل الناس تركز معايا، باش مهندس حمزه طبعا، حمزه مصطفى من الغردقه، يا ريت تركز معايا كويس جدا. تعال نبدا هنا الوانس. احنا قلنا السمول سكويرز اللي هي الجرين سكويرز اللي هي الوانس. هنا في وانس؟ ما فيش وانس، يبقى زيرو، مش ما فيش جرين، الجرين هو الوانس، الجرين مش موجود يبقى ما فيش، يبقى زيرو. تعال نشوف التنس. هاو ميني كولومز؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى رايت 8. فاينالي اخر حاجه ال 100 1 2 3 4 5 رايت 5. يا ريت يا جماعه كل الناس تشترك في جروب التليجرام عشان الحلقات هتنزل اول باول، عشان بس تتابع الحلقات هتنزل امتى وهتنزل امتى بالظبط، وكمان تخش على طول مباشر لما الحلقات تنزل. تعال نخش هنا على ال 100. هاو ميني 100؟ 1 2 3 4 5 6. طب هنا يا مستر في كلمه 100 يبقى ما اكتبش غير 6 بس. طب هنا مفيش كلمه 100 يبقى احط 2 0. تمام؟ يلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 رايت 8، وكمان عشان ما فيش كلمه 100 احط 8 2 زيروز. تعال هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 رايت 800. وهنا طبعا ما في كلمه 100 موجوده مش هحط زيرو، لكن هنا مش موجوده بحط 2 زيروز. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رايت 9. وهنا عشان كلمه 100 موجوده مش هحط زيرو، لكن هنا مش موجود هحط 2 زيروز. تعال بيقول لي write how many hundreds, tens and ones in the HTO chart then write the number. تعال واحدة واحدة نبدأ بال ones. ال ones عندي 1 2 3 4 5 write 5. ال tens 1 2 3 4 5 6 7 8 write 8. Finally hundreds 1 2 3 4 5 6 write 6. تعال نجمع النمبر 685 أو 685. تعال نشوف next exercise. هنا طبعا بنفس الفكرة، هي شوف ال ones كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 write 8. طب ال tens 1 2 3 write 3. هنا ال hundreds 1 2 3 برضه 3، يبقى نجمع ال number 338 يبقى write 338. اوكي نكست. هنا ال ones طبعا ما فيش، لان ال green مش موجود او ال small squares مش موجود، يبقى كده خلاص هعمل 0. بعد كده tens 1 2 3 4 5 write 5. Finally 1 2 3 طبعا hundreds. اوكي يبقى 350، يبقى 350.
يا جماعة لازم الناس تخلي بالها من كلمة 50 و 15. 15 دي اللي فيها ال 1، أما 50 اللي فيها الزيرو. أوكي، بيقول لي circle the value. هنا لما أقول لك the value، بصوا معايا ابنك يريح دماغه في كلمة value. لما أقول لك the value أو find the value، طب circle the value، كلمة value يعني كل اللي عليك تكتب النمبر أهو، ال 5 زي ما هو قدامه كام نمبر 1 2، يبقى نحطه إيه 2 zeros بس كده، خلص. سهلة جدا جدا جدا. تمام، تعال هنا ال 5 قدامها كام نمبر؟ قدامها 2، يبقى 2 0، عشان كده حاطط 2 0. تعال هنا عايز ال 8، ال 8 دي تكتبها، ال 8 دي قدامها كام نمبر ناحية الرايت على اليمين؟ في حاجة؟ لا، يبقى مش هديها أي حاجة، وهي كده في ال 1، ال 1 ما بيديش ولا بياخد. تعال هنا ال 1 أهي، هكتب ال 1 زي ما هي. ال 1 قدامها كام نمبر؟ 1 2، يبقى بوت 2 0s. لما تجيب الفاليو، لما تجيب الفاليو بتكتب النمبر وكل اللي قدامه ناحية الرايت 0، يبقى دي 100. تعال هنا 7، ال 7 هنا في التنس، التنس يعني 70، وممكن اقول 7 قدامها 1 نمبر يبقى 1 0، يبقى 70. هنا تعال 3، 3 في حد وراها؟ لا، ما فيش حد وراها، يبقى خلاص هكتب 3 زي ما هي. تمام، هنا ال 9 قدامها ناحيه الرايت في 1 0، يبقى ايه؟ حط لي مكانها 1 0، يبقى 90. تمام، تعال بعد كده بقول لي circle the value of the blue digit. The first one is done for you. هنا عايز البلو ديجيت برضه نفس النظام، البلو هنا 6، حط 6 قدامها 1 نمبر يبقى 1 0، يبقى 6، عشان كده عمل 6. ال 1 اهي ال 1 قدامها كام نمبر؟ 1 2، يبقى 2 0s، يبقى هنا اختار 100. هنا ال 4، ال 4 قدامها 1 نمبر يبقى رايت 0، يبقى 40. بعد كده ال 8 ما قدامهاش حاجه، يبقى 8 بس، تعال يا 8. بعد كده ال 5 7 6، ال 6 ما قدامهاش حاجه، يبقى رايت 6 زي ما هي. ال 0 طبعا في اي مكان ب 0. تمام، مركزين معايا حبايبي الشطار، الدكتور عاسل، الدكتور محمد، الدكتور عمر، طبعا الدكتور انس، كله مركز معايا كويس. بيقول لي write the place value of the digit 8 in each. عايز ال place value، place value اول ما تشوف كلمه place value يعني ساكن فين بالليترز، يبقى علم ابنك يفرق بين كلمه value، the value و the place value. فاليو يعني بكام، تكتب النمبر اللي قدامه زيرو، اما بليس فاليو تكتبها بالليترز يعني ساكن فين. هو عايز ايه؟ ذا بليس فاليو اوف ذا ديجيت مين؟ ديجيت 8، يعني قول لي ال 8 دي ساكنه فين. اقول لك سهله جدا، اللي يجي الاول ده ال 1s 10s 100s، تعال نشوف ال 8 1s 10s، يبقى ال 8 ساكنه فين هنا؟ في ال 10s، ساكنه فين؟ في ال 10s. تعال اللي بعده، ال 8 ساكنه فين هنا؟ 1s 10s 100s، وكاتب كلمه ايه؟ 100s، عشان انا عايز اللي بليس فاليو. طيب بعد كده ال 8 هنا فين؟ في ال 1s، عشان جت الاول first number. هنا ال 8 برضه في ال 1s لانها جت الاول، مفيش اصلا مفيش حد بعدي. تمام، تعال نشوف اللي بعده، هنا ال 8 ساكنه فين؟ في ال 100s، في ال 100s، عشان جايه في الاخر. تمام حبايبي الشطار، هنا ال 8 في ال 10s، عشان جت في المنتصف 1s 10s. اما ال 8 هنا طبعا في ال 10s برضه، في ال 10s، لانها جايه ايه؟ 1s 10s 1s 10s. اوكي، طبعا في غلطه برضه بيقعوا فيها الطلاب، بيجوا مثلا اوقات بيقولوا الوانس من ورا من الناحيه دي، لا، الوانس دايما بيجي في الفيرست، من بدايه اول نمبر من ناحيه الرايت. تمام، يلا نكمل هنا، وانس 10 هندردز، يبقى دي في ال 100s، يبقى عرفنا يعني ايه بليس فاليو، يعني بليس فاليو بنكتب النمبر ساكن فين. تمام، هسيب لكم دول كملوهم لوحديكم. تعالى هنا رايت، طبعا حاول تعلم ابنك يقرا السؤال وشوفه عايز ايه. رايت ذا فاليو اوف 7، يبقى هو عايز الفاليو بتاعت مين؟ ال 7. كده انا فهمت السؤال اصلا عايز ايه، يعني عايز تقول لي 7 بكام في كل نمبر. تمام، هنا 7 عشان في ال 10s عملوا 70، او كتب ال 7 واللي قدامها 0. لما تسمع كلمه فاليو تكتب النمبر واللي قدامه 0. تعالى هنا ال 7 هنا في ال 1s، عشان كده كتب 7، ال 7 هنا في ال 100s كتب 700. تعالى نشوف ال 7 هنا فين، ال 7 هنا اهي هكتبها قدامها كام نمبر؟ 1 2، يبقى 2 0s. ال 7 هنا هكتبها، في حاجه قدامها ناحيه الرايت؟ لا، سيبها زي ما هي. ال 7 هنا هكتب قدامها كام نمبر؟ قدامها 1، يبقى 1 0. هنا ال 7 اهي قدامها كام نمبر؟ 1، يبقى 1 0. ال 7 اهي قدامها كام نمبر؟ 1 2، يبقى 2 0s، يبقى 700. يبقى الفاليو بتاعت ال 7 في النمبر ده 702، يديها 700. ال 7 هنا برضه قدامها حاجه؟ لا، يبقى سيبها فاضيه. اوكي، ال 7 اهي قدامها كام نمبر؟ قدامها 1، يبقى 1 0. هنا ال 7 ما قدامهاش حاجه ناحيه الرايت، يبقى سيبها. ال 7 اهي قدامها كام نمبر؟ 1 2، يبقى 2 0s. تمام، فهمنا ازاي نقدر نجيب الفاليو لبليس فاليو. يلا بينا نكمل اكسرسايز نمبر 7، بيقول لي شو ذا كوركت انسر، يعني اختار الاجابه الصحيحه. ذا فاليو، بس كده انا عرفت ذا فاليو. ذا فاليو يعني يا مستر معناها نكتب النمبر وكل اللي قدامه 0، يعني هو بكام. ذا فاليو اوف ذا ديجيت 1، يبقى انا عايز الفاليو بتاعت الديجيت 1 رقم 1 اللي في النمبر ده ال 1 اهو. الفاليو يعني معناها اكتب النمبر 1 وشوف قدامه كام نمبر، قدامه مش غير 5 بس، هنحطه مكانها 0، اصبح 10، لان ال 1 في ال 10، يبقى رايت ايه؟
10. يبقى لما تسمع كلمة value كل اللي عليك تكتب النمبر وكله قدامه ناحية الراين زي. تمام؟ هنا the value of the digit 2 يبقى نحدد ال 2 اهي ال 2 قدامها كام نمبر 1 2 يبقى حط 2 0 يبقى 200. فهمناها؟ يبقى بكل بساطة لما اسمع كلمة value the value يعني القيمة العددية هكتب النمبر وكل اللي قدامه ناحية الراين زي. The place value of the digit 9 place value يعني ساكنة فين؟ ساكنة فين بالليترز 9 فين ال 9؟ اهي تعالى نشوفها ساكنة فين؟ ones, tens, hundreds ones, tens, hundreds يبقى ال 9 ساكنة في ال hundreds. تمام؟ يبقى place value معناها ساكنة فين يعني هتكتبها بالليترز. اللي بعد the value of the digit 0 بص ال 0 في أي مكان ال value بتاعته ب 0 من غير ما تفكر the value of the digit 0 يبقى 0 زي ما هو. بقول لي the place value place value يعني ساكن فين بالليترز the place value of the digit 0 the place value of the digit 0 شوف لي الزيرو ساكن فين ساكن فين الزيرو على كده ساكن في الوانس عشان جه في اول حاجه وخلي بالك هنا حاطط لك زيرو عشان يلخبطك لا place value نكتبها بالليترز بالليترز بالحروف the place value of the digit 1 هي يبقى عايز ال 1 فين ال 1 اهو شوف ال 1 ساكن فين place value يعني بالليترز ال 1 ساكن في التنس يبقى في الحاله دي انا هختار التنس شو التنس تمام هنا بيقول لي كومبليت طبعا كومبليت وارسم والكلام ده وارسم مش عارف السكويرز والكلام ده سيبكم من الرسم خالص 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 تمام هنا تعالى احنا هنجيب بس الفاليو يعني مش لازم ابنك يعمل مربعات وسكويرز وهكذا واعمده والكلام ده هو فاهم خلاص مش محتاجه يعني عايز يعمل مفيش مشكله انا هعمل لكم واحده وهم يكملوا بعد كده هنا الوانس 8 يبقى الوانس هعمل 8 يبقى المفروض يعمل 8 سكويرز 1 2 3 4 5 6 7 8 ده السمول سكويرز طب الفاليو ال8 في الوانس بكام ال8 في الوانس ب8 ما بتتغيرش تعال نشوف التنس التنس 1 يعني يعمل 1 كولوم عمود كده واحد ده معناه 1 10 1 في التنس تمام كده 1 طب وال1 في التنس بكام ال1 في التنس ب10 عشان قلنا ال1 في التنس ب10 يعني ما انا هكتب ال1 واللي قدامه ايه 0 بعد كده اخر حاجه الهندرز الهندرز 2 بتعمل بيج سكويرز طبعا 2 بيج سكويرز تمام وطبعا انت اعملوا براحتكم طب هنا ال2 في ال100 بكام؟ ب 200 ليه؟ لان انا بكتب ال2 وكل اللي قدامها 0 1 2 يبقى 2 0 تمام؟ تمام اوكي تعالى نكمل بعد كده احنا هنا ايه؟ الوانس طبعا الوانس الفاليو بتاعته بكام؟ ب 0 الزيرو في اي مكان ب 0 التنس نكتب ال9 زي ما هي واللي قدامها كله 0 قدامها شغل 0 يبقى 0 اخر حاجه الفور هكتب الفور زي ما هي وقدامها كام نمبر 1 2 احطه تي 0 بس كده خلصت عرفنا ازاي نجيب الفاليو تعالى هنا ال 8 ال 1 هنا 8 رايت 8 ال 1 ما بيتغيرش 0 في اي مكان ب 0 ال 100 هكتب ال 1 واللي قدامه كله 0 1 2 يبقى 2 0 تمام تمام يلا نخش على الاكسرسايز نمبر 9 بيقول رايت ترو تو ذا كوريكت ستيتمنت اند فولس تو ذا انكوريكت ستيتمنت The value of the digit 5 in the number هنا بيقول لك ان الفاليو بتاعت ال 5 الفاليو يعني تكتب النمبر واللي قدامه 0 اهي ال 5 واكتب اللي قدامها 0 50 is 50 هل هي 50 فعلا؟ نعم yes يبقى 50 correct طبعا طبعا ايه the value of the digit 8 in the number هو عايز الفاليو بتاعت ال 8 الفاليو بتاعت ال 8 يعني اكتب ال 8 واللي قدامها 0 كاتب لي هنا 20800 طب هنا كاتبها لي 8 يبقى ده wrong طبعا false هنا the place value place value يعني ساكنة فين يعني تكتب letters بالليترز the place value of the digit 3 in the number اللي 3 ساكنة فين في النمبر ده قال لي tens طب هل ال 3 دي ساكنة في tens طبعا لا يبقى ال 3 دي ساكنة في الones يبقى كده false هو عشان عامل لي tens the place value of the digit 0 in the number is 0 place value يعني ساكن فين ال 0 ساكن في tens طب هو قال لي كان قال لي ان هو ساكن في الones اقول له خطأ false تمام the value of the digit 0 in the number is 0 هنا عايز الفاليو واحنا قلنا الفاليو يعني تكتب النمبر اللي قدامه كله 0 طب والزيرو في اي مكان ب 0 لكن هو كاتب لي 10 اقول له wrong finally اخر حاجه exercise number 10 بيقول لي ايه what is the number ما هو العدد the first one is done for you تعال نشوف what is the number هنا كتب لك النمبر بيوصف لك النمبر وانت عليك تكونه تمام يعني بيقول لك the hundredth digit is 5 يعني معناها هكتب في ال 105 The ones digit is 4 وال ones 4 وذا في tens digit is 8 وهكذا وتكون نمبر تعالى هنا طب نكون ده تعالى ندور على الوانس اول حاجه نبدا بالوانس اهو the ones digit is 3 كاتب في الوانس 3 طب تعالى نشوف كلمه tens التنس اهي the tens digit is 6 يبقى رايت 6 وال hundreds the hundreds digit is 9 رايت 9 يبقى النمبر بتاعي 963 ويلا بينا نكمل للباقي هنا في الليتر سي بيقول لي وات ذا نمبر تعالى او ندور على الوانس الوانس هنا كام 6 رايت 6 التنس دور على كلمه تنس اديك التنس ندور على التنس هنا 9
بعد كده ال hundreds ال hundreds 5 يبقى 596. ال 1 سنة مين؟ ال 1 سنة 7. طبعا اوقات بتجيبهم ملخبطين، ال 10 سنة مين؟ ال 6. ال 100 سنة مين؟ ال 8. لازم ابنك يحفظ كلمة ones و tens و hundreds. تمام. What is the number؟ What is ايه؟ The number. يلا. وين ال ones؟ ال 1 سنة 2. ال tens؟ ال tens سنة 0. ال hundreds بتدور على الكلمة، طبعا ال hundreds for words بالترتيب طبعا ones tens hundreds، لما بيجي الأول اسمه ones اللي بعده tens اللي بعده hundreds. بعد كده what is the number؟ ال ones هنا dear، ال tens هنا 5، ال hundreds هنا 3، يبقى 350. تعال what is the secret number؟ secret word. what is the secret word؟ يعني ايه هي الكلمة السرية؟ بقول لك ايه؟ قال لك write ايه if the value of 5 is 5، يعني اكتب على اي واحده فيها الفاليو بتاعتها ب 5 اكتب عليها ايه. طب دي الفاليو بتاعتها 5، لا دي 50 عشان في التنس يبقى 50 مش هاخدها، لان دي 50 ال 5 في التنس 50، انا عايز ال 5 في الونس لانها بتبدا بتبقى ب 5، عشان كده كتب ال 5 في الونس. انا عمل عليها ايه؟ هنا في 5 ثاني في الونس، ايوه دي 5 في الونس، يبقى اكتب عليها ايه. تمام. بعد كده في 5 ثاني في الونس، ايوه دي 5 في الونس، اكتب عليها ايه؟ 8. بعد كده معايا write b if the value of 5 is 50، يعني اكتب على اللي فيها ال 5 ب 50 اكتب ايه؟ b. write b. تعال نشوف ال 5 في 50 يعني معناها في التنس. طب دي 5 في التنس، ايوه يبقى راح write ايه؟ write b. بعد كده في 5 في التنس تاني، فيش 5 في التنس تاني. بعد كده قال لي write in if the value of 5 is 500، write ايه؟ in. write in. تعال نشوف ال 100 دي فيها 5 في ال 100، yes راح write ايه؟ ان. هنا في 5 في ال 100، ايوه ان. طب تعال نشوف السيكريت وورد. السيكريت وورد هنا كلمه ايه؟ بانانا. بانانا، يبقى السيكريت وورد بتاعتي هتكون ايه؟ بانانا. كلمه بانانا كلمه سهله وبسيطه جدا كلنا نعرفها، وهي معناها موز. طيب بكل بساطه كده احنا خلصنا الحصه بتاعتنا، حصه سهله وبسيطه جدا جدا جدا. ابنك الكلمات المفروض يحفظها كلمه وانس وتنس وهندرز. تيجي في الكشكول كده راح بعمل له كلمه وانس المقصود بها الاحاد، تنس عشرات، hundreds مئات، ويحفظهم كويس. تمام. ويحفظ لي كلمة value ويفهم، مش يحفظ يعني يفهم كلمة value بتدل على ايه. value معناها لما نسمع كلمة value نكتب النمبر كل اللي قدامه زيرو، معناها القيمة العادية قيمة النمبر ده بكام. اما place value برضو يفهمها مش يحفظها وخلاص. place value بتدل على ان لما تيجي كلمة place value معناها النمبر ده ساكن فين؟ ساكن في الونس ولا التنس ولا الهندردز؟ تمام؟ نكتبه بالليترز. تمام؟ طيب ايه المطالب بيه الحصة الجاية ان شاء الله؟ ابنك لازم الحصة الجاية يكون التيبل ده حافظه كويس عشان يقدر يحل معانا الحصة الجاية. ازاي؟ احفظ له 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طبعا بالليترز، بالليترز مش بالنمبر بس. 11 12 13 14 15 16 17 18 19. طبعا بعد كده هيحفظ 10 20 30 40 50 60 70 80 90. دول يحفظهم كويس لان الحصه الجايه هيبقى مطالب بيهم ويحل زي اللي هو يكتب بالليترز. تقريبا الحصه الجايه هيكتب بالليترز ديفرنت فورمز فور 3 ديجيت نمبر. اوكي كده خلصنا الحصه بتاعتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصه الجايه باذن الله. وبحيي كل طلابي المتميزين الرائعين اللي بيتابعوا الكورس على طبعا حل الكتاب المعاصر على قناه دروس رياضيات ناس اونلاين. أو طبعا لو أول مرة تتابعنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة اليوتيوب وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.